متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم نشرتنا الأسبوعية للمرة الأولى التي يتم عرضها هنا من طقس العرب. نستعرض وإياكم فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الأسبوع القادم بحول الله، حيث يكون الطقس مستقر في عموم مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم باستثناء المناطق الجنوبية الغربية. أيضا هناك حالتان ضعيفتان من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الوسطى والشرقية. أيضا المنطقة الشمالية تتأثر بتبعات منخفضات جوية متسلسلة على منطقة بلاد الشام والعراق. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية اليوم الأحد بحول الله، حيث تبقى الأجواء باردة بشكل لافت على المنطقة الشمالية الوسطى والشرقية. درجات الحرارة أقل من معدلاته في هذا الوقت من العام. تتكاثر بعض الغيوم الركامية هنا فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية والغربية، تعمل على هطول بعض زخات الأمطار محلية الطابع خلال فترة الظهيرة والعصر. يوم الاثنين بحول الله يستقر الطقس بشكل عام في عموم مناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تستمر تشكلات الغيوم الرعدية خلال فترة الظهيرة والعصر. درجات الحرارة ترتفع قليلا على المنطقة الشمالية الوسطى وأيضا الشرقية، لكن تبقى أقل من معدلاتها في هذا الوقت من العام. يوم الثلاثاء بحول الله يستقر الطقس في عموم المناطق، لكن تشتد هنا حالة عدم استقرار جوي فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وبالتالي تعطل زخات رعدية من الأمطار خلال فترة الظهيرة والعصر، خاصة على مرتفعات جازان وعسير والباحة. أيضا تمتد بشكل محدود نحو المنطقة الوسطى، لكن تكون على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي ضعيفة الشدة، تعمل على هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والعشوائية خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء بحول الله. يوم الأربعاء يستمر الطقس مستقر في عموم المنطقة الشمالية الشرقية، تبقى بقايا حالة عدم الاستقرار الجوي الضعيف على المنطقة الوسطى، تعمل على هطول بعض زخات الأمطار محلية الطابع ومتفرقة. تبقى الفرصة هنا لبعض تشكلات الغيوم الركامية خلال فترة الظهيرة والعصر على المنطقة المرتفعات الجنوبية الغربية. ترتفع درجات الحرارة قليلا في عموم المناطق تلامس معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. يوم الخميس بحول الله يستقر الطقس في عموم المناطق، تبقى هنا الفرصة لتشكلات غيوم رعدية خلال فترة الظهيرة والعصر، تعمل على هطول بعض زخات الأمطار العشوائية وأيضا الخفيفة على مرتفعات جازان وعسير والباحة. يوم الجمعة بحول الله ترتفع درجات الحرارة بشكل محسوس في عموم المناطق مع اقتراب لمنخفض جوي هنا فوق منطقة بلاد الشام، يعمل على إثارة الأتربة والغبار في المنطقة الشمالية ونشاط في سرعة الرياح، يقابل اندفاع لكتلة هوائية دافئة نحو المنطقة الوسطى والشرقية، تعمل على ارتفاع في درجات الحرارة. يستقر الطقس هنا في المنطقة الجنوبية الغربية، أيضا تسجل درجات الحرارة مزيد من الارتفاع على سواحل البحر الأحمر. جدة، مدينة جدة، تسجل حوالي 31 درجة مئوية. يوم السبت بحول الله يستقر الطقس في عموم المناطق، تنتقل الرياح النشطة نحو منطقة حفر الباطن وأيضا شمال المنطقة الشرقية مع تحرك المنخفض الجوي شرقا باتجاه العراق. يستمر الطقس مستقر في عموم المناطق، لكن تنشط الرياح الشمالية الغربية هنا فوق سواحل البحر الأحمر، تعمل على اضطراب البحر وأيضا انخفاض قليل على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نلقاكم في نشرة أسبوعية جديدة السبت المقبل بحول الله. إلى اللقاء.